خلال الأيام اللي فاتت تم الإعلان عن انضمام لاعب مصري اسمه سالم مصطفى الليسي لمعسكر منتخب الشباب. معسكر هيتعمل ليه اللاعبين المحترفين في الخارج ومزدوجي الجنسية بالقاهرة في الفترة من 20 ل 25 ديسمبر اللي جاي إن شاء الله. اللاعب ده عنده 18 سنة، اتدرب في أكاديمية مانشستر سيتي في الولايات المتحدة وإنجلترا، وتوج مؤخرا بأفضل لاعب صاعد بدوري الجامعات الأمريكية، وبيدرس الإعلام في جامعة نيويورك. إيه حكايته؟ انتوا عارفين انا من انصار جدا ومن مؤيدين جدا ومن الداعمين جدا لفكره ان احنا نقعد ندور على الطيور المهاجره ديت او اللعيبه مزدوج الجنسيه اللي عندهم جنسيه مصريه دي ونجيبهم لمنتخباتنا. متحمس ليها جدا جدا. تعال نفهم حكايته ايه من والده الكابتن مصطفى الليسي. يا كابتن مصطفى، مشرف ومنور، سعيد بتواجدك معايا. كابتن مصطفى الليسي بالمناسبه يا جماعه كان لاعب سابق في نادي الزمالك. كابتن مصطفى منور الدنيا. اهلا بيك يا استاذ كريم، سعيد جدا بوجودي مع حضرتك، واهلا بيك وبرحب بيك والساده المشاهدينك الكرام. بس انا هبدا كلامي مع حضرتك، يعني اقول لك ان ما شاء الله يعني حضرتك ليك معجبين كتير جدا ببرنامج حضرتك رقم 10 في ولايه نيويورك. ده شرف ليا، ده شرف ليا، برحب بحضرتك يعني مره ثانيه. يا ده شرف ليا يا فندم، ده شرف ليا. قول لي بقى الحكايه جت ازاي، ازاي تم التواصل بينكم وبين منتخب مصر؟ والله الاول في البدايه طبعا شرف لينا احنا كمصريين ان ابني ان شاء الله يحمل تيشيرت منتخب مصر. هو الحمد لله السنه دي اتالق في اول موسم ليه في جامعه نيويورك ديفيجن 1، وانا الفكره جات لي بعت السي في بتاعته للدكتور محمود سعد، طبعا قامه وقيمه كبيره في مصر دكتور محمود، بعت له السي في وقرا السي في واتبسط بيها جدا، وبعتها للكابتن وائل رياض والمسؤولين عن منتخب الشباب وشافوا كل السي في بتاعته، والحمد لله بعتوا الانفيتيشن واخدت الانفيتيشن للجامعه. وفي البدايه كانوا رافضين لان في كونتراكت 4 سنين بينه وبين الجامعه تقريبا بحوالي $100,000 في الجير، يعني التوتال حوالي $400,000، لان طبعا ده يعتبر بيدرس فيه ودي تشانس فرصه ما بتتكررش كتير يعني. هايل. فالحمد لله الكليه مبدئيا وافقت ان هو ينزل الاسبوع ده باذن الله، وان شاء الله تبقى رحله موفقه بمشيئه الله تعالى. يعني هو بيلعب في مركز ايه يا كابتن مصطفى؟ استاذ كريم بيلعب في الثلاث خطوط الاماميه، الناحيه اليمين والناحيه الشمال وسترايكر. هايل هايل. انا عرفت كمان ان هو كان بيلعب قبل كده في اكاديميه مانشستر سيتي سواء في الولايات المتحده او في انجلترا. ايه الحكايه برضو، راح لها ازاي او انضم لها ازاي؟ الحكايه طبعا الحمد لله هو في البدايه طبعا جه في الاول ان الواحد اجتهد جامد ان انا اشتغلت مدرب، والحمد لله بعد ما حصلت على اعلى الدراسات تعاملوا معايا المسؤولين عن مانشستر سيتي، وبدات معاهم هنا موسمين، وبعد كده خدونا على انجلترا. كان في الوقت دوت ابن سالم عنده 8 سنين خدته معايا، قعد 3 سنين في انجلترا لعب في الاكاديميه، وبعد كده تدرج في المراحل السنيه لغايه موسم 16 سنه في الاكاديميه في انجلترا، وجه كمل هنا موسمين مع الاكاديميه في نيويورك لغايه لما الحمد لله شافوه في جامعه نيويورك وعمل الاختيار وجت سيلكتد ان هو يكون من ضمن فرقه الجامعه للفريق الاول لكره القدم. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن مصطفى الليسي والد اللاعب سالم الليسي لاعب الشباب ان شاء الله ينضم لمعسكر منتخبنا للشباب للاعبين المحترفين ومزدوج الجنسيه خلال ايام، باذن الله يكون واحد من اللعيبه اللي نفخر بيها ونفرح بيها الفتره اللي جايه ويكون مفيد باذن الله لمنتخبنا الوطني.